انضم إلينا من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية. نبدأ لو سمحت بتفاصيل أكثر عن هذا الهجوم الإرهابي لداعش. هل من هدف؟ هل من شيء واضح؟ هل هذه المنطقة فيها ما زال عناصر؟ واضح أنه يعني جريمة للقتل من أجل القتل دون ما يكون في شيء واضح، يعني هدف سياسي أو غير ذلك. نعم، مساء الخير. طبعا هذه المجزرة حقيقة الأمر هي مجزرة جديدة يلبسها عناصر هذا التنظيم الإرهابي بحق المدنيين السوريين. ودعني أقول لك، منذ انشغالنا جميعا بالزلزال المدمر كان داعش يهاجم البادية السورية، قتل في البادية السورية 65 مدنيا وعشرة عناصر من قوات النظام في هجمات على عدة أهداف، أغالبتهم كانوا في منطقة السخنة سواء جنوبها أو شرقها، بالإضافة لثلاثة مدنيين أيضا من الذين يجمعون الكماء في ريف حماة الشرقي. أي أن التنظيم هو يستهدف هؤلاء المدنيين في إطار محاولة حقيقة الأمر لإيصال رسالة لمن؟ للمجتمع الدولي. نعم، لأن يعلم بأن المجتمع الدولي سوف يهتم بقتله للمدنيين. كان هناك يعني اختطاف 75 شخص، قتل منهم 16، أخرج عن 25، لا يزال عشرات آخرين مختطفين من قبل هذا التنظيم الإرهابي في البادية السورية. هو قوي في البادية، نعم بشكل قطعي، لأن البادية السورية هي بادية كبيرة جدا تشكل نحو نصف مساحة سورية، ويعمل ولديه دراية كاملة بهذه البادية. لديه جبل أبو رجمين، لديه كثير من المقابر والجحور في البادية السورية، يستطيع التحرك في حرية مثل ما فعل اليوم. كانوا على متن دراجات نارية، قتلوا سبعة من عناصر النظام بداية، بعد ذلك استهدفوا هؤلاء المدنيين الذين ليسوا عناصر قوات نظام، ليسوا عناصر دفاع وطني، ليسوا ميليشيات مسلحة موارنة النظام، فقط هم عبارة عن مواطنين سوريين يجمعون الكماء. تفضل أستاذ رامي. يعني في سؤال هنا، لا يكاد يمر شهر دون أن تعلن الولايات المتحدة عن عملية لقتل أحد قادة داعش بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، رغم ذلك نجد أنه ما زال داعش موجود ينظم عملياته ويخطط وكذا. البنزين مقطوع عن سوريا، لكن هؤلاء يجدون ما يستطيعون يعني توفيره لعملياتهم هذه. كيف، من أين يحصل على مصادره، وكيف يقوم بهذه العمليات ناهيك عن الاختباء؟ يعني لا، لديه أموال، يعني حقيقة الأمر هو لديه أموال، وشاهدنا كثير من التحويلات التي كانت تأتي لهذا التنظيم، ولديه كثير من الذهب. يعني عندما قلنا أن التنظيم انتهى في الباغوز، انتهى كمسيطر على منطقة مأهولة في السكان، بينما كم قتل من عناصر التنظيم؟ يعني 40-50 ألف قتل، نعم، ولكن كانوا أعداد كبيرة. كم اعتقل من عناصر التنظيم؟ 14 ألف في سجون قسد وآلاف في سجون النظام. أين هم الباقون؟ لا، ذابوا في تلك المنطقة، شكلوا خلايا حقيقة الأمر في البادية السورية، ولديهم كثير من الأموال موجودة لهذا التنظيم، لكن هم بنوا أنفسهم في البادية أكثر بعد انشغال روسيا بحربها على أوكرانيا. سابقا كان التنظيم يشن هجمات، ولكن كانت الطائرات الروسية تستهدفه بشكل كبير جدا في البادية السورية. بعد أن اشتغلت روسيا بحربها على أوكرانيا لم نشاهد بأن التنظيم يعني انكفأ، بل صاعد من هجماته. لكن أسألك السؤال الآن، اتفضل، أين إيران؟ أين ميليشيات إيران في البادية السورية؟ لماذا فقط التنظيم يستهدف المدنيين السوريين ويستهدف قوات النظام، وبقلة قليلة يستهدف الإيرانيين؟ لماذا لم تتحرك ميليشيات إيران التي دخلت إلى الأراضي السورية لمحاربة تنظيم داعش ومحاربة الإرهاب؟ ونحن نعلم بأنه من تدمر وصولا إلى البوكمال غالبية الحواجز هي تابعة لميليشيات إيران، إلا القلة القليلة تتواجد عليها قوات النظام مثل الشرطة الذين قتلوا اليوم برصاص هذا التنظيم الإرهابي، يعني وأيضا المدنيين الذين قتلوا برصاص. نعم. خليني أرد على سؤالك بسؤال، يعني داعش قتل مواطنين، قتل جنود للنظام، قتل حتى يعني أحيانا يهاجم قوات قسد، لكن لا أعرف كم مرة هاجم القوات الإيرانية في سوريا، هذا السؤال أيضا يجب أن لكن طيب خلينا نقول هنا سؤال مهم، وهو يركز هذا التنظيم على المناطق التي تحت سيطرة النظام، رغم أنه العمليات الأكبر التي تشن ضده هي من مناطق قسد مع القوات الأمريكية. لماذا طيب؟ يعني ما المغزى؟ هل هناك هدف؟ هل هو يوسع مناطقه؟ هل شهدت مثلا أنه هذه العمليات هي للتوسعة؟ هل برأيك اليوم العملية جاءت ردا على
لاغتيال أو يعني الهجوم الأمريكي الذي قضى على أحد قيادات داعش؟ هل كان رد مثلا، لكن رد في الاتجاه المعاكس ربما؟ نعم، لماذا نقول بأنه هذا الهجوم هو رد والهجوم الذي كان قبله هو رد؟ لأن الهجوم الذي كان قبله أيضا جاء فورا بعد الاستهداف الذي كان للقحطاني، واليوم استهداف الحمصي وجاء هذا الهجوم ليقول التنظيم بأنه موجود وقوي، لم يتأثر بقتل القحطاني أو قتل الحمصي، ولكن يعني بواقعية التنظيم سيطر قبل فترة بسيطة، قبل أسابيع سيطر على طريق يعني تدمر أو طريق دير الزور دمشق، وقطع الطريق لـ 24 ساعة وتمكن من السيطرة على أحد البلدات، أي أن التنظيم لديه إمكانيات في تلك المنطقة. ودعني أقول لك أن التنظيم لو أراد يستطيع السيطرة على السخنة خلال 24 ساعة، ولكن هو لا يريد أن يسيطر على بلدة كي لا يستهدف بشكل أساسي داخل هذه البلدة. هو يشن عمليات ومن ثم ينكفئ ويشن عمليات أخرى، عملية استنزاف وعملية إثبات وجود في حربه مع النظام في تلك المنطقة. ولكن أعود أيضا أنا وأقول، من البوكمال حتى حماس توجد قوات إيرانية، لم نشاهد قوات إيرانية تشتبك مع التنظيم في تلك المناطق. طيب، سؤال أخير باختصار أستاذ رامي، هنا أيضا يعني أين الجيش السوري من هذه العمليات؟ قدراته، هل مع انشغال روسيا في أوكرانيا أصبح غير قادر على القيام بأي عمليات في تلك المنطقة؟ لأنه يعني شيء غريب، يعني القوات الأمريكية وقسد يهاجمون التنظيم فيرد هو بالاتجاه الآخر يهاجم الجيش السوري والمواطنين الأبرياء. طيب أين هو الجيش السوري مثلا، القوات السورية؟ ما هل يمكنها أن تفعل شيئا في تلك المنطقة؟ لا في الواقع لا تريد، يعني لا تستطيع فعل شيء. أنت قلت بنزين، لا يوجد بنزين، يعني تحركات قليلة موجودين في البادية السورية في أحد النقاط العسكرية يستهدفون، ليس لديهم إمكانيات عسكرية حقيقة الأمر. من لديه إمكانيات عسكرية في تلك المنطقة هي إيران وميليشياتها. واضح، شكرا جزيلا لضيفي من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، شكرا لك.